مريم قالت عند الصليب العالم كله يفرح بالقبول والخلاص، أما بقى. أحشائي تلتهب عند نظري إلى صح، صلبه. برافو عليك. يعني كانت عارفة إن الألم ده وأحشائها اللي بتتقطع علشان شايفة ابنها على الصليب، لكن هو في الآخر وفي الأول هو فرح للعالم كله. بالظبط كده، بالظبط. ولأن احنا أعضاء في جسد واحد، فالفرح الحقيقي بتاعي أنا ما يجيش غير لما أنا يكون اللي معايا فرحانين. صحيح. ايه فايدة ان انا قاعد فرحان ومنسجم واللي حوالي لا سمح الله زعلانين؟ فعشان كده الفرح الحقيقي يجي لما انا اشوف بنعمة المسيح، سواء كاهن او غير كاهن، ان واحد ماشي في الغلط ورجع عن غلطه صحيح. وتاب عن خطيته. فرح التوبة. فرح التوبة هو ده من ضمن الحاجات اللي مصادر الفرح الحقيقي. وبالنسبة للتوبة، يقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالفرح والابتهاج، سيرا كانوا يسيرون وهم حاملين بزارهم، ويعودون بالفرح حاملين أغمارهم. فهنا زي ما كنت بتتفضلي وتقولي ان الفرح ثمرة، فعلا ثمرة الروح، ده واضح في الكتاب. لكن الثمرة اساسها ايه؟ محبة. بذرة. صح، خلي. محبة بذرة. فلازم الواحد يزرع ويهتم بالزرع عشان تطلع شجرة ويبقى فيها ثمرة اشوفها افرح بيها. صحيح. وكلها في الوقت المناسب. في الوقت المناسب تبقى شجرة فيها ثمرة، لكن مش وقت الأوان بتاعها. لو أنا قطفتها وأكلتها تبقى طعمها مش مريح، ولا كمان أسيبها قوي وأهملها فتقع فتداس. صحيح. فهنا يعلمونا الآباء حاجات كتير قوي، أقوال الآباء جميلة جدا. يعني ساعات الواحد على موضوع التوبة ممكن يروح يقبل اعتراف، يقول لي يا ابونا اللي انا اعترفت بيه جاي اقوله مره تانية. وبيتكرر الموضوع مره واثنين وثلاثه. طب اعمل ايه؟ اتفضل. انا بقى يقولوا لنا ايه؟ واحد عنده غيط مليان حشيش، جه وحش الحشيش ده لغايه الاخر ومشي، وبعد شوية جه ورجع لقى الحشيش طلع تاني. تفتكر يعني الحشيش طلع تاني ليه؟ ده مش سؤال ليكي بقى. لا أكيد في حاجة غلط. طلع تاني ليه؟ لأن الروتس موجود، الجذور ما زالت موجودة. ما اقتلعش الحشيش من الجذور. برافو عليك. صح. فلو النهارده فعلا حفر كويس وقلب الارض، ايوه، وطلع الحاجات اللي فيها، هتبقى صالحه ان انا احط البذره وارويها بالدموع. صحيح. الدموع دموع التوبه. فالنهارده اللي عاوز يفرح مش يقعد كده مستريح ونايم في السرير، يا رب يفرحني. طب يا حبيبي، طب ما تقوم وتصلي عشان تفرح.